ماذا لو علمت أن مدير محمية طبيعية ممتلئة بالغزلان والحيوانات الأليفة قرر أن يحاكي النظام البيولوجي الطبيعي ويرسل إلى المحمية قطيعا من الذئاب المفترسة؟ هل تعتقد أن قراره هذا عبث وتخريب لحياة آمنة هادئة خالية من الشرور؟ سؤال آخر، ماذا لو أزلنا من الحياة الوحوش المفترسة أو الحشرات المقززة؟ ألن يكون العالم أجمل؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر وجود أو غياب كائن حي حتى لو كان غير مرغوب فيه على النظام البيولوجي ككل؟ في عام 1995 تم إعادة الذئاب إلى محمية ييلوستون في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد غيابها لسبعين عاما عن المحمية. وبرغم أن قطيع الذئاب كان قليل العدد، إلا أن وجوده أدى إلى تغيرات دراماتيكية في كل شيء تقريبا يخص هذه المحمية. في البدء تغير سلوك الرعي للحيوانات العاشبة، فأصبحت تتجنب الأودية والأماكن المفتوحة. أدى ذلك إلى إعادة نمو الأشجار والنباتات بشكل كبير. وبعد أن كادت ييلوستون تتحول إلى صحراء وتنعدم فيها مظاهر الحياة، عادت تكسوها المساحات الخضراء. حان وقت التغير التالي، فبعد أن تضاعف نمو الأشجار في بعض المناطق إلى خمس مرات خلال ست سنوات فقط، عادت الطيور للتواجد وبناء الأعشاش. عادت القنادس أيضا لبناء السدود في الأنهار. عادت الزواحف والبرمائيات والصقور والنسور أيضا تبعا لذلك. ولأن نمو النباتات والأشجار يثبت التربة ويمنع تآكلها، فقد تغيرت مسارات الأنهار أيضا. الذئاب، تلك التي بدت وكأنها شر مطلق، تبين أن وجودها قد أدى إلى الكثير من الخير. الذئاب كانت أحد العوامل التي تحفظ توازن النظام البيئي والبيولوجي والجغرافي أيضا بأكمله، والذي لو لم يتم تركيبه بهذا التعقيد والغموض لما انتبهنا ربما لهذا الضبط الدقيق فيه. شلالات الغذاء، التأثير الممتد غير المتوقع بين عناصر النظام البيولوجي يسمى تروفيك كاسكيد أو شلالات الغذاء. أطلق هذا المصطلح على تلك الظاهرة لأن الخلل الذي يحصل لتوازن النظام البيولوجي عندما نتدخل فيه بإخراج كائن حي منه أو بتخريب أحد العوامل الطبيعية يشبه سقوط الماء من على سلسلة شلالات صغيرة متتابعة، فكل سقوط سيتبعه سقوط آخر حتى نصل إلى القاع. هذا هو بالضبط ما حدث في سواحل المحيط الهادئ حين نظر الصيادون إلى ثعلب الماء ذي الفراء الثمين وقرروا تكثيف صيده حتى أوشك على الانقراض. هل سوف تصدقني لو أخبرتك أن اختفاء هذا الحيوان المترف سيسبب أزمة بيولوجية وجغرافية للمنطقة بأكملها؟ يبدو ذلك غريبا، أليس كذلك؟ فهو مجرد حيوان ذي فراء كثيف يعيش معظم حياته مستلقيا على ظهره في الماء، ولا يكاد يتوقف لحظة عن أكل قنافذ البحر ونجم البحر. لكن بغياب الثعالب تزايد عدد القنافذ جدا، مما تسبب في تدمير تام لغابات كاملة من عشب البحر والتي تأوي كما هائلا من الكائنات البحرية. الغابات التي تدمرت كانت تمتص جزءا كبيرا من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، والذي يؤدي تراكمه إلى اختناق الحياة واحتباس حراري وتغير في المناخ. فقد انخفض المعدل السنوي لامتصاص الكربون من غابات عشب البحر بعد غياب الثعالب من 43 بليون كيلوغرام إلى 13 بليون كيلوغرام فقط. المثير في الأمر أن ترافيك كاسكيد لا تحدث من أعلى لأسفل فقط، بل تحدث من أسفل لأعلى كذلك. فغياب رأس السلسلة الغذائية أو غياب ذيلها سيؤدي إلى نفس النتيجة. على سبيل المثال، ما الذي برأيك سوف يحدث بغياب الصراصير التي تصيبك بالتقزز عن الحياة؟ الصراصير تتغذى على المواد العضوية المتحللة التي تحبس النيتروجين، فتأتي الصراصير لتهضمها وتحرر النيتروجين في فضلاتها ليعود مرة أخرى للتربة. فبغياب الصراصير يحدث الخلل في دورة النيتروجين هذه،
هذا النيتروجين يلعب دورا هاما جدا في نمو النباتات والحشرات التي تتغذى على النباتات وتساهم في تلقيحها. والتغيير البسيط في صفات النباتات مثل طول وكثافة العشب أو تركيز النيتروجين فيه يتبعه تغير تام في سكان المنطقة حشرات أو حيوانات. من الصعب تصديق أن ثعلب الماء أو الصرصور قبيح الشكل يحفظ لك الحياة كما تعرفها، ولكنها حقيقة أخرى عن هذا العالم المدهش وعن تلك الطبيعة ذات القدر المرسوم. مأساة الموارد المشتركة. تخيل وجود مرعى عام مفتوح لجميع الرعاة بدون قيود لأن يرعوا ماشيتهم فيه. الآن من مصلحة كل فرد أن يضيف أكبر عدد يمكن إضافته من الماشية لكي يحقق أكبر مكسب ويوفر بذلك كلفة شراء العلف لماشيته، ولكن أي مرعى له كثافة تحمل، إذا تم تجاوزها لن تتمكن النباتات من إكمال دورة حياتها، وبالتالي يفسد المرعى تماماً ويخسر الجميع. ومع ذلك فلو أراد أحد الرعاة أن يحافظ على المرعى وأن يؤثر الآخرين على نفسه بأن يتحمل تكلفة شراء العلف لبعض ماشيته، فلن يوقف ذلك وقوع المأساة، لأن غيره سيستمر في إضافة الماشية، فيكون بذلك قد خسر مرتين، مرة حين توقف عن إضافة المزيد من الماشية، ومرة أخرى حين انهار المرعى وخسر الجميع. التصرف الأمثل إذن وفق معيار المكسب والخسارة المادي هو الأنانية وإضافة المزيد من الماشية من الجميع حتى يفنى المرعى المجاني، حتى تفنى جميع المراعي المجانية. هذه الظاهرة الهامة تعرف باسم مأساة الموارد المشتركة أو Tragedy of the Commons، وهي تعني أن التنافس حول الموارد العامة سيؤدي إلى تدميرها، ومن ثم تحقق الخسارة لكل المتنافسين. أتدري ما العجيب في هذا الأمر؟ أن الموارد المشتركة سمة الحياة ككل، ولكنها خالية من هذه المآسي. فمأساة الموارد المشتركة الخالية من المأساة فعلا تبين لك أن هناك قوة عليا تدبر الأمر وتضبطه وتحكم ذلك النظام، والذي لا يمكنه أبدا ضبط نفسه ذاتيا وفق معيار المكسب والخسارة الذي يحرك أفراده. قطط العوانس. داروين عالم الأحياء الشهير وصاحب النظرية الأشهر قد سجل في كتابه أصل الأنواع شيئا عن هذا الترابط بين الكائنات الحية والتوازن البيئي، فقد لاحظ أن هناك علاقة بين كثرة قطط الجيران حول بيته وبين ازدهار زهور البرسيم، وفسر ذلك بأن القطط تقتل الفئران فيقل عددها، ولأن الفئران تعبث ببيوت النحل فقلة الفئران تعني زيادة النحل، وزيادة النحل تؤدي إلى تلقيح النباتات فتزدهر الأزهار ويكثر المحصول. ثم جاء توماس هيكسلي تلميذه الوفي ليمدد الأمر وسوقه سياسياً، فقال أن النساء العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج دائما يصطحبون القطط، مما يترتب عليه وفرة محصول البرسيم، فترعى فيه الماشية بشكل جيد، مما يوفر وجبات اللحم للجنود في الجيش البريطاني ويبني مجد المملكة البريطانية. أي أن قطط العوانس تؤدي إلى وجود جيش ومملكة قوية. وهكذا سوق أنصار نظرية التطور الأمر وكأننا صرنا ننظم بأنفسنا قوانين الطبيعة التي تحكم وتفسر ظواهر الحياة، ويمكننا طبعا في كل حين تسخير تلك القوانين لصالح تقدمنا. تطلب الأمر من البشر عشرات السنين الأخرى كي يدركوا أن الأمر لم يكن قط بهذه السذاجة، وأن ترابط الكائنات الحية داخل النظام البيولوجي أمر محوري للغاية تمتد آثاره إلى وجود كل صور الحياة، بل وتتجاوزها إلى المناخ والجغرافيا. الحياة عبارة عن نظام محكم مضبوط بدقة، فكما رأينا في شلالات الغذاء ومأساة الموارد المشتركة أن التدخل بإضافة أو حذف كائن حي من النظام قد يؤدي إلى زوال النظام بالكلية، بما في ذلك العناصر التي حدثت لها الوفرة العددية. وأننا لو مددنا آليات التطور مثل الطفرات العشوائية التخريبية ذات التلاعب العبثي المستمر في الطبيعة خلال ملايين السنين، فسوف نصل بهذه الحياة إلى نتيجتها الحتمية، وهي استحالة وجود أو استمرار الحياة أو النظام البيولوجي ككل. فهل يمكن تفسير هذا الإحكام الفائق
وهذا الحساب المتقن بشيء آخر غير أن يكون هذا العالم المتوازن بشكل دقيق وكأنه على حافة سكين، وهذه الحياة الغنية الواسعة معلومة المقادير هي عن خلق وتدبير من عليم خبير.